إذا أتى الإنسان مثل الجماعة قد أقيمت الصلاة وهو قد صلى الفرض وأدرك ركعتين معهم، هل يلزمه الإتمام أم يكتفي بركعتين ويسلم؟ إذا كان ليس هناك مانع يمنع من الإتمام فالأفضل أن يتم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين، فهنا يسلم مع الإمام، لأنه يجوز التنفل بركعتين، وهو إنما حضر للصلاة على جنازة، وصلاته على جنازة أفضل من إتمامه، لأن الصلاة على جنازة أول مرة فرض كفاية، فيكون مشاركا للمصلين في الفرضية، والفرض أفضل من النفل، فيسلم مع الإمام من أجل أن يدرك الصلاة على جنازة.